الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز أخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الأردن باجتماع وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور. أدان الأزهر الشريف استهداف قوات الاحتلال لمدرسة تأوي نازحين فضلا عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. وأكد الأزهر أن تلك الاستهدافات تضع القضية الفلسطينية على المحك منتقدا الصمت الدولي إزاء ما يحدث. كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق استشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء قصف الاحتلال لسيارات إسعاف قرب مستشفى الشفاء في غزة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن استهداف الطواقم الطبية هو جريمة حرب داعيا المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل لضمان حماية المدنيين والطواقم الطبية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، وذلك بعد قصفها مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تأوي آلاف النازحين ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى. وقصف طيران الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة. وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة عندما كان الآلاف من النازحين موجودين بداخلها. أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن صدمته إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة. ودعا أدهانوم في تغريدة عبر صفحته على موقع إكس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المرضى والمرافق الطبية. قالت منظمة الصحة العالمية إن 14 مستشفى من أصل 36 بالإضافة إلى مركزين متخصصين في غزة توقفوا عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بهم. وأشارت إلى أن المستشفيات التي ما زالت تعمل في غزة مكتظة بالمرضى والجرحى وتقوم بعلاج عدد يزيد بنسبة 40% عن قدرتها الاستيعابية، داعية إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وحماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في 9 نوفمبر. وأوضحت المصادر أن المؤتمر الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء، بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية. وقال الدبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة، لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.
نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي بسنت شهاب الدين، إلى اللقاء.